السلام عليكم. شوف يا استاذي، هم دول لي 3 جواز غليل اهم، فيهم زغليل فك ريشة، او يمكن فيهم زغليل فك ريشتين، يعني عمرهم كبير، ما عدا فيهم جود بس هو لسه مفتوم من اهلي. شوف كده، لو عدينا الريش من جوه، من اول الريشه اللي هي خارجه لبره دي، اول ريشه خارجه لبره اللي هي دي، 2 4 5 6 7 8 9 10، ده لسه ما فكش، اللي هم 10 ريشات خارجين لبره، ده لسه ما فكش ريش، يبقى ده لسه ما فكش ريش، يعني لسه عمره صغير. شوف كمان واحد، ده 2 2 4 6 8 9، ده فكك ريشة اهو من اول هنا، الريشة اللي بصل بره دي من اول هنا 9 ريشات اهم. طيب ده كده عمره كبير مش عمره صغير. ده اللي لسه مفتوم من اهله، ده اللي لسه مفتوم حالا، لسه ما فكش ريش، لسه انا جايب لك الصغير ده عشان تشوف الزغاليل وتشوف انتاجهم، اللي هو لسه صغير ده، تعرف من الزغاليل دي انتاج الحمام اللي هيجي لحضرتك. ده زغلول عمر شهر تقريبا، واخوه موجود برضو معانا في السلاكة دي، هتشوف الزغاليل دي وهتشوف الزغاليل دي. يبقى ده زي ما قلنا العش منهم ب 150 جنيه اللي هم ال3 جواز دول. ده فرد، شوف من الريشه دي، ده عليه 8، يعني فكك ريشتين اهو، 3 4، نعد من بره، 2 4 6 8، اللي باصين لبره دول، الريشه اللي جوه صغيره اهو، يبقى ايه لسه فكك 2 وعليه 8. صوته يعني شباب، يعني شباب بس شباب صغير يعني. هالتاني اهو، نعد كده، 2 4 6 8 برضو، ده اخوه عليه 8 اهو برضو، 2 4 6 8، فكك برضو ريشتين، جوزين فكين ريشتين، الجوز في دول ب 200 جنيه. لو عايز دول او عايز ال3 جواز دول، ده المتوفر حاليا من اللي هي القريب للزغاليل، في بقى اكبر من كده هيكون اغلى من 200، هيكون 250، وفي برضه زي اللي انت اخدهم ب 300، لكن هو ده دلوقتي اقرب حاجه الموجوده، وريتك اللي ب 150 اللي هو الزغاليل وفيهم حتى فكك ريش، ووريتك اللي هو ب 200 جنيه اللي هو فكك ريشتين، يبقى ده الموجود حضرتك، قول لي واختار منه. وبالنسبه للجوزين اللي حضرتك خدتهم الكبار، انا اعطيتك الجوز اللي هو باض البيضه الثانيه عند حضرتك، اظن ما فيش اضمن من كده، والجوز الثاني والله انا مصوره لك مع اولاده اقسم بالله، لكن هو اللي اخرهم يمكن عندك ان انت نقلتهم من مكان لمكان، وعلشان تكون عارف الحمام اللحم الافضل له كل جوز في سلاكه عشان يركز في انا في حمام تمام يعني الحمد لله، بس هو انا لقيت مشكلة يعني ظاهرة كده، او في شك، بدأ عندي الشك لما شفت ريش الحمامة معكوك كده بالشكل ده او الزغلول ده، هنشوفه كده، شفت دي، يعني نقول ايه بداية اسهال، وطبعا فرد تاني، بس هو انا للامانة علشان اكون مطمئن فانا مش هديلك الحمام دلوقتي، هسيبه عندي شوية علشان اكون مطمئن تماما، هوقف البيع سواء لك او لحد تاني،
بالرغم من حاجة، بالرغم هنشوف كده الزرق اللي هنا اللي كان في السلاكة وانا بصور اهو. مفيش حاجة، الزرق تمام ناشف مفيش فيه حاجة، لكن هو فيه فرد، هو فيه فرد تعبان، فانا هعطي الحمام كله العلاج لحد ما اكون مطمئن. بعد كده ابدأ ابيع حمام او مباشي، كل واحد بياخد نصيبه وكل حد بياخد رزقه، محدش ياخد اكتر من رزقه. ده اللي خلاني او اللي منعني ان انا ما بعتلكش الحمام. اعذرني، كن مطمئن وكن واثق ان مش هديك او هدي لحد تاني غير احسن حمام. لو في اي حاجة مش هعطيها لحد يا جماعة. بس كده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو مكنتش مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.